متتبعي موقع اليوم 24، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي ننظمه بشراكة مع مؤسسة أماكن لجودة التعليم، والذي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات حول إصلاح التعليم. هذا اللقاء نناقش فيه اليوم موضوع مهم يتعلق بالمنهاج الدراسي كآلية أساسية لتحقيق أهداف الإصلاح وجودة التعليم. في هذا اللقاء نستضيف الأستاذ عبد الرحيم لي، هو باحث وخبير في التكنولوجيا الرقمية وعضو أيضا في مؤسسة أماكن. الأستاذ عبد الله خياري، أستاذ باحث في كلية علوم التربية وخبير تربوي، مرحبا بك. والأستاذ عبد الناصر ناجي، رئيس مؤسسة أماكن، مرحبا بكم. أستاذ عبد الناصر، غادي نبدأ معك هذا اللقاء بسؤال حول المنهاج. ما أهمية المنهاج؟ تحدث عن المنهاج الدراسي، شو الأهمية دياله من حيث المرجعية، من حيث العمق المجتمعي دياله، من حيث المرجعية دياله؟ شكرا جزيلا سي عبد الحق بن الشقر مرة أخرى على هذه الاستضافة لهذا اللقاء الذي يدخل ضمن اللقاءات التي نحاول من خلالها أن نناقش موضوع إصلاح التعليم بصفة عامة من مختلف الزوايا، بعد التطرق إلى موضوع الحكامة في الحلقة الأولى، ثم الحلقة الثانية التطرق إلى مرجعيات الإصلاح خاصة قانون الإطار. اليوم نحاول أن نتطرق إلى موضوع لا يقل أهمية، وهو موضوع المنهاج الدراسي. عندما نتحدث عن إصلاح التعليم، فمخرجات هذا الإصلاح متعلقة بالمتعلم. المتعلم هو الذي نريد أن نطور شخصيته بالشكل الذي يمكنه من الاندماج في المجتمع بكل الفعالية الممكنة، حتى يكون عضوا منتجا ليس في المجتمع المحلي فقط، بل أيضا في المجتمع الإنساني. وهو ما يطرح سؤال كيفية الوصول إلى هذا المتعلم بهذه المواصفات، وهو الذي يجيب عنه هذا السؤال، يجيب عنه المنهج الذي يحدد مواصفات التعليم، ويحدد أيضا ما هي مضامين التي ينبغي أن يتعلم هذا المتعلم لكي نصل إلى هذه المواصفات. يطرح أيضا الإشكالات المتعلقة بالطرائق التكنولوجية التي ينبغي أن يستعملها المدرس داخل الفصل الدراسي لكي يحقق هذه المواصفات، بالإضافة إلى الموارد التعليمية التي تستعمل، خاصة الكتب المدرسية والموارد الرقمية. ودون أن ننسى أن المدرس الذي هو الذي ينبغي أن يصرف هذا المنهاج في الفصل الدراسي، هو أيضا يهتم به المنهاج من خلال تحديد مواصفات هذا المدرس وكيفية تكوين هذا المدرس لكي يصل إلى المستوى المطلوب. بالتالي يمكن اعتبار المنهاج هو قلب أي إصلاح، وهو الذي يؤشر على جودة هذا الإصلاح. وبما أن المنهاج مرتبط بالمتعلم، فهو مرتبط بمستقبل الذي نريد أن نهيئ له هذا المتعلم. بالتالي فهو ينبغي أن تكون له تصور ورؤية لمواطن الغد، كيف سيكون هذا المواطن، ما هي المواصفات التي ينبغي أن يكون عليها هذا المواطن. وبالتالي يطرح هنا سؤال دور المجتمع ككل في تحديد هذه المواصفات، وما هي انتظارات المجتمع أمام هذه المواصفات، وهو ما يطرح إجمالا موضوع المشروع المجتمعي وعلاقته بالمنهاج الدراسي، وكيف يمكن للمنهاج الدراسي أن يعكس هذا المشروع المجتمعي. وبطبيعة الحال عندما يكون المجتمع متعدد، فسؤال التيارات المجتمعية يبقى مطروحا، وكيف يمكن التوفيق بين مختلف هذه التيارات للوصول إلى حد أدنى من التوافق حول مواصفات هذا المجتمع ومحددات المشروع المجتمعي للمغرب مثلا. أستاذ عبد الخياري، لماذا ليس هناك استقرار يعني في المغرب على منهاج؟ دائما هناك تفكير في تغيير المنهاج. هل هذه تعلق إشكالية كما قال الأستاذ عبد الناصر أن هناك تيارات مجتمعية تريد، كل تيار لديه يعني رؤية
أم مشكل مرجعية أم مشكل هوية؟ يعني أين يكمن المشكل في رأيكم؟ شكرا جزيلا على الاستضافة أولا في هذه الندوة التي أعتبرها هامة ولها راهنية، خصوصا أنها تتزامن مع تنصيب اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج مؤخرا التي حدثت مؤخرا. فالموضوع هو موضوع له راهنية وهو موضوع مهم جدا ولا يخلو من تعقد، ونريد في هذه الندوة أن نسلط بعض الإضاءات على أهم المحددات هذا المنهاج في إطار بالطبع رؤية تساعد في توظيف المنهاج المغربي في إطار إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية. في هذا الإطار أريد أن أشير في البداية إلى أن هناك تطور حدث على مستوى الفكر التربوي خلال الألفية الجديدة. هذا التطور الذي حدث لم يعد ينظر إلى المنهاج على أساس أنه هو المكون الرئيسي والمدخل الأساسي لأي إصلاح، بل أصبح ينظر إلى المنهاج على أساس أنه مكون من ضمن مكونات أخرى. إذن ربط إصلاح المنظومة فقط بإصلاح المنهاج، أظن هذه الفكرة تم تجاوزها، خصوصا مع تبلور المقاربة النسقية والتحليل المنظومي للتعليم والتركيز بالطبع على تكامل مكونات المنظومة وتفاعلها في إطار بنيوي. ومن خلال استعراض الأدبيات التربوية نجد أن هناك تراجع الآن في المقاربة التجزئية والتقنية التي تقيم الجدران والأسوار والحدود بين المعارف والأنشطة والمواد والأنشطة التربوية فيما يشبه الجزر المعزولة. إذن المقاربة الآن هي مقاربة نسقية تكاملية تراعي تفاعل المكونات بدل إعطاء أولوية وأهمية لمكون واحد على حساب مكونات أخرى. وفي الحقيقة أعتقد على أن المفهوم الشامل للمنهاج وهو الذي يهمنا الآن يتجاوز هذا المفهوم الشامل للمنهاج وفق المنظور النسقي، يتجاوز مسألة وضع الجسور بين المواد والمعارف والتخصصات المنعزلة والربط بين البرامج والمقررات إلى آخره إلى منظور نسقي يقوم على إعادة تشكيل الحقول المعرفية ذاتها، تشكيل الحقول المعرفية ضمن رؤية إبستيمولوجية وتربوية اجتماعية تستحضر على الأقل ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول هو المشروع المجتمعي، المشروع المجتمعي الشامل. فالمنهاج هو تجلي للمشروع المجتمعي، ولا يمكن أن نؤسس منهاج في ظل فقدان مشروع مجتمعي شامل وواضح.
باعتبار أن هذا المشروع المجتمعي يرسم، هو الذي يرسم صورة لنموذج الإنسان الذي نريد أن تصنعه التربية، ويحدد مواصفاته المعرفية والثقافية والاجتماعية، وفي هذا السياق أيضا يشكل المنهاج أو يعبر المنهاج عن غايات الدولة والمجتمع من التربية والتكوين، وذلك في إطار مساهمة المنهاج أو اعتبار المنهاج تجلي من تجليات السياسات العمومية في مجال التعليم، وفي مجال وضع خطط للتطوير والتجديد وبناء المواطن الفاعل في سياق التحولات وخصوصا منها الرقمية. هذه النقطة الأولى اللي تتعلق بالمشروع المجتمعي الشامل. النقطة الثانية هي ضرورة توفر النموذج المعرفي والثقافي المبني على تكامل المعارف وتناسقها، لأنه لا حديث عن منهاج في ظل معارف مفككة ولا صلة بينها ولا تعكس حقيقة الواقع. هذه النقطة الثانية، النموذج المعرفي الثقافي لا بد من بلورته. النقطة الثالثة تتعلق بتخطيط التوقعي لحاجات المتعلمين وخصائص المواصفات والملمح الذي نريده لدى هؤلاء المتعلمين حينما يصبحون راشدين. إذن هذه هي النقطة الأساسية التي ينبغي استحضارها عند إعداد المنهج. وهنا أشير وجوابا على سؤالي إلى أن هذا المفهوم الذي تطرقت إليه، مفهوم المنهاج بهذا المعنى النسقي، لم يكن متداولا لا في الأدبيات التربوية والخطابات التربوية المغربية، ولا في واقع الممارسة الفعلية للمسؤولين التربويين، وذلك قبل صدور الرؤية الاستراتيجية، إذ كان التركيز أكثر قبل صدور هذه الرؤية على مفهوم البرامج والمقررات. وحتى اللجنة التي أنشئت في سنة 2004 كانت تسمى رسميا باللجنة الدائمة للبرامج وليس المناهج، اللجنة الدائمة للبرامج. وبالتالي فإن ميلاد المقاربات المنهاجية في المغرب لم يرتبط بتأسيس تلك اللجنة في 2004، بل التي اشتغلت كما قلت وفق مقاربات البرامج المقررات وليس وفق مقاربات المنهاج الشامل. غير أن صدور الرؤية الاستراتيجية يمكن القول أنه شكل تحولا في هذا المجال، حيث أضافت الاستراتيجية للأدبيات المغربية مفهوما جديدا قريبا من مفهوم الأنجلوساكسوني للمنهاج، هو مفهوم النموذج البيداغوجي. والنموذج البيداغوجي كما حددته الرؤية الاستراتيجية هو مجموعة مكونات متعددة متداخلة، مع التركيز بالطبع على أهمية المقاربة النسقية لمختلف المكونات. فهناك الغايات والخيارات المجتمعية الكبرى بالطبع، والأطر المرجعية لوظائف المدرسة والمدرسين
والمنهاج والبرامج والتكوينات ومقاربات البيداغوجية والوسائط الديداكتيكية والأغلفة الزمنية وأنماط التقييم وأساليب الامتحانات إلى ما ذلك. هذه كلها مكونات للنموذج البيداغوجي، والمنهاج هو جزء منها، جزء منها. وبالتالي وهكذا إذن لم يعد المنهاج حسب هذه الرؤية هو حجر الزاوية في المنظومة، بل صار يشكل أحد المكونات الرئيسية التي تتفاعل مع باقي المكونات الأخرى في المنظومة، كما أن عملية إصلاح المنظومة التربوية لا ينبغي أن تختزل في إصلاح المناهج والبرامج كما كان ذلك شائعا من قبل، بل الإصلاح إذا لم يكن نسقيا وشاملا فإن مآله سيكون محدودا جدا ونتائجه ستكون محدودة جدا. وفي سياق دائما إصلاح منظومة التربية والتكوين في المغرب نلاحظ أولا أن هناك غياب هذه المقاربة النسقية في تناول إصلاح المنظومة، حيث يتم فتح أوراش تغلب عليها المقاربة غالبا تجزئية وتقنية. كان فتحوا ورش التعميم، ورش الهندسة اللغوية، ورش الموارد البشرية، ورش الجودة، ورش مدارس الريادة إلى آخره من الأوراش. وفي هذا الإطار وبعد تأخر دام لمدة 4 سنوات من صدور القانون الإطار، تم تنصيب اللجنة مؤخرا اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج كورش جديد. بالطبع نتمنى أن يتجاوز الاختلالات السابقة وأن تكون المقاربة المعتمدة فيه نسقية بما يخدم جودة المنظومة. وسنتناول في النقط الموالية بعض التفاصيل المرتبطة باشتغال هذه اللجنة على وضع هذه المقاربة المنهجية. شكرا أستاذ. إذن نأخذ يعني فكرة عامة يعني حسب ما تقولون أستاذ، وأنه أنتم يعني مع نموذج بيداغوجي يعني شامل والمنهج هو جزء منه يعني في ضمن رؤية شاملة. أستاذ عبد الرحيم ليه يعني خبير في التكنولوجيا يعني الرقمية، كيف يمكن أن تساهم التكنولوجيا الرقمية في تعزيز النموذج البيداغوجي يعني كما قال كما كيسميه أستاذ لكي تعتبر المنهج كما قال هو جزء منه؟ شكرا. بداية شكرا على الاستضافة في هذا اللقاء المهم حول إصلاح منهاج التدريس. في الحقيقة لا يمكن أن نتكلم عن إصلاح منهاج التدريس دون أن نتطرق إلى الجانب المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتواصل، لأنه كما هو معلوم للجميع أصبح للتكنولوجيا دور كبير جدا ومؤثر في جميع المجالات، مجالات الحياة، في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والبيئية، ومجال طبعا في مجال التربية والتعليم. ولكن للأسف الاهتمام بهذا الجانب ما زال ضعيفا. اهتمام بهذا الجانب تأثير تكنولوجيا المعلومات والتواصل على التعليم ما زال ضعيفا رغم أهميته البالغة، لأنه سيكون تأثير على الأجيال المقبلة. اليوم عندما نتكلم عن إصلاح منهاج التدريس نتكلم فيما يتعلق بالشق المتعلق بالتكنولوجيا المعلومات والاتصال، نتكلم عن الإصلاح الرقمي لمناهج التعليم. لماذا؟ لأن هناك اليوم عدد من التحديات الكبيرة التي تواجهنا فيما يتعلق بمكانة تكنولوجيا المعلومات في مناهج التدريس.
ويمكن أن أختصر هذه التحديات الكبرى في ثلاث تحديات رئيسية. التحدي الأول هو متعلق بسرعة التطور تكنولوجيا المعلومات التكنولوجي بشكل كبير جدا. هذا التطور السريع تكنولوجيا المعلومات وتأثيره في مجال التربية والتعليم يضع مجموعة من الصعوبات والتحديات التي ينبغي مواجهتها. هذا فيما يتعلق بالتحدي الأول الكبير. التحدي الثاني متعلق بأن هذا التطور التكنولوجي له بعد اقتصادي، يطغى عليه البعد الاقتصادي أكثر من البعد الاجتماعي ومن بعد وبالتالي هناك شركات دولية تطور التكنولوجيا ولكن بهدف ربحي تجاري، بمعنى أن الجانب التجاري الربحي يطغى على الجانب الاجتماعي وعلى الجانب، وهذا إشكالية كبيرة جدا وتحدي كبير جدا. التحدي الرابع وربما هو الأكبر هو أنه أصبح الآن في العملية التعليمية ظهر فاعل جديد لم يكن موجودا سابقا. سابقا كنا نتكلم عن استعمال تكنولوجيا المعلومات، الآن انتقلنا من مرحلة استعمال تكنولوجيا المعلومات إلى مرحلة التفاعل مع فاعل جديد هو الفاعل الافتراضي، بمعنى أن أصبح اليوم الشرائح الإلكترونية خاصة الشرائح الإلكترونية الذكية أصبحت لها دور في المجتمع، دور في الـ في الـ في الـ في إنتاج المعرفة، دور في إنتاج المعلومات، وهذا تحدي كبير جدا ربما سنتطرق إليه بالتفصيل فيما بعد. هذه مجموعة من التحديات تجعلنا يعني نفكر بشكل قوي جدا في كيف يمكن أن ندمج هذا البعد في منهاج التدريس. شكرا أستاذ عبد الرحيم. سي عبد الناصر الناجي، أرى أنكم كنت تتفاعل مع بعض المداخلات خاصة يعني ما قاله الأستاذ عبد الخياري من كون أن التفكير في المنهاج أو الحديث عن المنهاج هو ليس قديما وجديد فقط مع الرؤية الاستراتيجية، وأنه في السابق كان فقط هناك حديث عن المقررات يعني والبرامج وليس عن المنهاج. ما رأيك؟ صحيح أن هناك كان دائما حديث عن المنهاج، ولكن هناك تحول في رؤيتنا للمنهاج. المنهاج بالمعنى الفرنكوفوني الذي كنا نطبقه في الماضي كان ينصب على ما يسمى ببرامج التدريس أو البرامج الدراسية والمقررات، وهذا طبعا اختزال لمفهوم المنهاج. المنهاج هو أوسع من البرامج الدراسية، هو كما تفضل السي الخياري متكون من مجموعة من المكونات طبعا ضمنها البرامج الدراسية، ولكن حتى البرامج الدراسية مقاربتها مختلفة، ليست مقاربة جزئية، مقاربة تهم مواد دراسية عمرت طويلا وأصبحت كأنها شيء مقدس. هناك هندسة جديدة للمواد الدراسية، رؤية جديدة للبرامج الدراسية وفقا لما نريد أن نحققه من وراء المنهاج، وهو مواصفات هذا المواطن وهو المرتبط بالمشروع المجتمعي. وبالتالي في المنهاج أصبح، وهنا مع النقطة التي أختلف فيها نوعا ما مع السي الخياري، المنهاج ليس مكون عادي من مكونات المنظومة التربوية، هو مكون الأساس، هو المكون الأساس للمنظومة التربوية. يمكن أن نقول أن مجموعة من المنظومة التربوية تبنى على المنهاج الدراسي بمفهومه الواسع، مفهومه الشامل، وليس بمفهوم مختزل في البرامج الدراسية. لأن المنهاج بمفهوم الواسع ينطلق أو يستند إلى مخرجات التعلم أولا، مخرجات التعلم وغايات التربية، وهذه الغايات الكبرى هي الغايات من كل منظومة تربوية من إصلاح أي منظومة تربوية. وبالتالي هو ينطلق من الغايات ثم يعطينا الأدوات لتحقيق هذه الغايات، وضمن بسطه لهذه الآليات لتحقيق الغايات فهو يشمل مجموعة من المكونات الأخرى
فيها البرامج الدراسية، فيها الأنشطة التعليمية، فيها كذلك الموارد التعليمية والموارد الرقمية، فيها حتى الأستاذ المدرس، مواصفات المدرس والتكوين الأساسي والمستمر للمدرس، وبالتالي فهو يغطي جزء كبير أو أجزاء كبيرة من إصلاح المنظومة التربوية، ويصبح آنذاك مكون أساسي من مكونات إصلاح المنظومة التربوية. التحول الذي وقع أو الذي نتمنى أن يقع، لأنه وقع على مستوى التصورات، تصور الميثاق للمناهج ليس هو تصور الرؤية الاستراتيجية للمناهج. تصور الميثاق كان تصور منبثق من الرؤية الفرنكوفونية، وبالتالي ركز على إصلاح البرامج الدراسية. تصور المنهاج في الرؤية الاستراتيجية اعتمد على مفهوم النموذج البيداغوجي، ونموذج البيداغوجي في الحقيقة هو ترجمة للمنهاج بالمفهوم الأنجلو ساكسون، وبالتالي فهو توسع في مفهوم المنهاج. الآن مع هذه اللجنة الدائمة التي أحدثت، والتي بالمناسبة هي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وأحدثت كما قال السي الخياري سنة 2004 بمفهوم البرامج الدراسية، الآن نتمنى أن تكون هناك نقلة نوعية بالفعل، وأن يكون التطبيق في مستوى التصور. الآن التصور موجود في الرؤية الاستراتيجية، تصور نسقي وتصور شامل. في اللجنة الدائمة للمناهج، وهي التسمية الكاملة هي اللجنة الدائمة لملائمة وتجديد المناهج والبرامج والتكوينات، نتمنى أن تأخذ هذا المفهوم النسقي للمنهاج. ولكن من وجهة نظري أنا أعتقد أن هناك منذ البداية انحرافات على التصور. الانحراف الأول هو أننا نتحدث في الرؤية الاستراتيجية وفي القانون الإطار على لجنة دائمة للمناهج والبرامج مستقلة عن وزارة التربية الوطنية، هي يعني هيئة مستقلة، الآن هي تابعة لوزارة التربية الوطنية، وبالتالي أصبحت بمثابة مديرية مصغرة للمناهج، وهو التصور القديم. يعني التصور القديم كانت لدينا في وزارة التربية الوطنية مديرية للمناهج تسهر على مراجعات وإعداد المناهج الدراسية. الآن غيرنا فقط الهيئة وأصبحت هيئة ولكن تابعة لوزارة التربية الوطنية. حتى المفهوم الشامل للمناهج الموجود في الرؤية الاستراتيجية على أساس أن المنهاج والمنهاج مندمج يشمل جميع أسلاك التعليم من التعليم الأولي إلى التعليم العالي بإدماج كذلك التكوين المهني، هذا المفهوم تغير بإلحاق اللجنة الدائمة بوزارة التربية الوطنية، لأنها المفروض أن تشتغل تحت سقف وزارة التربية الوطنية، ووزارة التربية الوطنية ليس لديها رؤية نسقية للمنظومة ككل، لديها رؤية لوزارة التربية الوطنية، ليست لديها تصور لما ينبغي أن يكون على مستوى التعليم العالي، على مستوى التكوين المهني إلى غير ذلك. وبالتالي سيكون هناك خلل على مستوى اشتغال هذه اللجنة بنفس نسقي وشامل. الانحراف الثاني الموجود في التطبيق هو أننا نتحدث عن لجنة دائمة للبرامج ستنبثق عنها مجموعات عمل، مجموعات عمل موضوعاتية. هذه المجموعات العمل الموضوعاتية وبالطريقة التي خرجت بها اللجنة الدائمة ستكون مجموعة عمل متخصصة في سلك من الأسلاك، ستكون مجموعة عمل مثلا بالنسبة للتعليم الأولي، ممكن أن تكون مجموعة عمل بالنسبة للتعليم العالي إلى غير ذلك من الأسلاك، وبالتالي ستشتغل ضمن جزر منعزلة، ولن يكون هناك خيط ناظم لعمل هذه اللجان إلا إذا تداركت اللجنة الدائمة الأمر وأخرجت كما هو منصوص في القانون الإطار الإطار المرجعي للمنهاج. الإطار المرجعي للمنهاج هو الذي سيحدد المشترك بين كل الأسلاك التعليمية، ما هي المنهجيات التي ينبغي أن نشتغل بها لإعداد هذا المنهاج الدراسي، ما هي المبادئ الكبرى التي ينبغي أن تمتثل إليها جميع مجموعات العمل، وما هي كذلك الممارسات البيداغوجية التي سنتبناها في المنظومة التربوية المغربية. لأن لا ننسى بأن الرؤية الاستراتيجية تحدثت عن معطى مهم وهو الاستقلالية البيداغوجية للمدرس. ماذا تعني الاستقلالية البيداغوجية؟ تعني أن المدرس
تكون له القدرة لكي يختار بين مجموعة من الممارسات البيداغوجية ما هي الممارسة البيداغوجية الأمثل لوضعية تعليمية معينة، لأن الوضعيات التعليمية تتغير بتغير المتعلمين، جانبية المتعلمين إلى غير ذلك من المحددات التي قد تغير، وبالتالي المدرس الواحد ممكن أن يكون أمام وضعيات متعددة ويمكن أن يختار ممارسات بيداغوجية مختلفة حسب هذه الوضعيات. هذه الاستقلالية للبيداغوجية تتطلب تكوين أساسي متين للمدرس، لا يمكن أن يكون المدرس بتكوين هش ونطلب منه أن يختار بين ممارسات بيداغوجية لأنه لم يصل إلى مستوى المهننة التي تمكنه من الاختيار. مسألة أخرى هو أن اللجنة الدائمة للبرامج والآن وزارة التربية الوطنية التي تشرف على عمل هذه اللجنة استبقت عمل اللجنة بتوجيه العمل البيداغوجي في المؤسسات التعليمية خاصة مؤسسات الريادة، عندما حددت ممارسة بيداغوجية بعينها سمتها التدريس الصريح، وحددت مجموعة من المنهجيات التي ينبغي أن تطبق داخل المؤسسات التعليمية، في حين أن هذه المنهجيات مرتبطة بالمنهاج، فكيف يمكن لوزارة التربية الوطنية أن تستبق عمل للجنة هيئة ينبغي أن تكون مستقلة في حين أنها غير مستقلة، وينبغي أن تحدد لنا منهاج جديد، وهذا المنهاج الجديد لا يشمل جميع مكونات المنظومة بحكم أن المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي اليوم هو لم يتغير إلا منذ سنتين، وهو اليوم في طور ممكن أن نعتبره حتى في طور التجريب، التجريب المعمم، وبالتالي ينبغي أن يقضي سنوات من التطبيق لكي نحكم عليه ونعرف أنه هل هو من نقوم بالتقييم، لأن يمكن أن تغير منهاج دون تقييمه. حقيقة مفهوم مقرر دراسي، تراك متبع معي، مفهوم مقرر دراسي الآن لأن لم نطبق بعد مفهوم المنهاج الدراسي، لكن نستعمل المفهوم لأنه مفهوم متداول، ولكن هو برامج دراسي. ليس لدينا حتى منهاج مبني على المعايير، لأن في المنهاج الأنجلوسكسوني الحق ينبني على معايير للمنهاج، ليست لدينا معايير للمنهاج بالنسبة لمنهاج التعليم المغربي. هناك مضامين، حتى هناك محاولة في المنهاج آخر تغيير آخر مراجعة للمنهاج سنة 2021 نهاية 2020 آخر تغيير تحدث عن دمج مواد دراسية في ما سمي بستيم. ستيم هي العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، ولكن عندما نفحص المنهاج نجد أن ليس هناك مقاربة مندمجة لهذه المواد، وإنما فقط وضعناها ضمن قطب ثم قاربناها مقاربة المواد الدراسية فيما بعد، لأن لدينا الرياضيات وحدها ولدينا النشاط العلمي وحده إلى غير ذلك، بالتالي نفتقد اليوم إلى تلك المقاربة النسقية التي تمكننا من وضع هندسة جديدة المواد الدراسية. ربما قد تنقرض مواد وتأتي مواد جديدة خاصة مع الرقمنة، يمكن أن تكون دمج لمواد بعينها ضمن ليس ضمن قطب، ولكن تصبح مادة مندمجة تدرس على أساس أنها مادة واحدة، وهذا يتطلب جهد كبير ويتطلب معرفة ويتطلب بحث تربوي. مع الأسف ليس لدينا ما يكفي من الإنتاج في مجال البحث التربوي في المغرب لكي نتمكن من وضع هذه الهندسة، ولكن نتمنى أن تشتغل هذه اللجنة الدائمة للبرامج بجدية لكي يكون لدينا، ننتقل بالفعل، لأن هذا هو السؤال، ننتقل بالفعل من البرامج الدراسية إلى المنهاج الدراسي. شكرا سي عبد الصمد. عاود نرجع للسي عبد الخياري حول هذه اللجنة التي تم تعيينها، لا شك أن مهمها يعني كبيرة وجسيمة، كيف تعلق على تركيبة هذه اللجنة، وكيف تنظر إلى طريقة اشتغالها وأفق
عملها الزمن. يعني كما قال سيد نصر يعني الآن بدأت بعض المناهج يعني تطبق قبل أن تخرج هذه اللجنة يعني عملها إلى حيث وجود. طبعا لا يمكن أن تتوقف يعني العملية التربوية إلى حين صدور يعني تصور معين، ولكن كيف تتوقع عمل هذه اللجنة وكيف تنظر إلى تركيبتها والأشخاص التي نعيون فيها وأفق عملها؟ سأبدأ بنقطة أفق عملها وآلية اشتغالها أولا، يعطي بعض الأفكار في هذا الاتجاه قبل أن نتطرق إلى موضوع التركيبة إلى آخره. عطفا على ما جاء في كلمة الأستاذ عبد الناصر الناجي، نجد على أن القانون الإطار قد حدد بوضوح مهام اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج في وضع الأطر المرجعية والمعيارية للمنهاج، ووضع الدلائل المرجعية للبرامج والتكوينات. وفي الحقيقة يحتل الإطار المرجعي مركز الصدارة في المنهاج. الإطار المرجعي يحتل مركز الصدارة لأنه تجسيد للمشروع المجتمعي الشامل اللي كيتضمن بالطبع الاختيارات والمرجعيات والرؤى الاستراتيجية الكبرى لنموذج المجتمع الذي نريده ونموذج التنمية والثقافة والهوية. وينبغي في البداية ترجمة هذا المشروع المجتمعي إن وجد أولا، ينبغي ترجمته إلى مشروع تربوي. مشروع التربوي يحدد نموذج المواطن الذي نريد أن نصنعه، أن تصنعه التربية ومواصفاته ومؤهلاته إلى آخره. وأعتقد على أنه في الحقيقة عملية وضع الأطر المرجعية هي عملية وضع الأطر المرجعية للمنهاج هي عملية دقيقة ولا تخلو أحيانا من انزلاقات وتحيزات إيديولوجية وأحيانا أخرى حتى رهانات ضيقة. لذلك لا بد من توفر نظري ثلاث نقاط أساسية عند إعداد الأطر المرجعية. النقطة الأولى هي تتعلق باستحضار المرجعيات الوطنية كدستور 2011 وغيره من المرجعيات المهيكلة للمشروع المغربي، للمشروع المجتمعي المغربي، وأيضا استحضار متغيرات الواقع الوطني ورهانات التنمية الشاملة والمتغيرات الدولية أيضا، واستحضار أيضا للمواد 4 و28 من القانون الإطار وتوجهات الرؤية الاستراتيجية. إذن كخطة أولى لا بد من استحضار هذه المرجعيات مجتمعة عند وضع الأطر المرجعية. النقطة الثانية، ينبغي اعتماد منهجية أسميها منهجية تاريخانية مرنة ومتفتحة في معالجة إشكالية الثنائية بين ما هو ثابت وما هو متغير في الثقافة والقيم وفي مكونات الهوية المغربية. لأن هذا إشكال مطروح وإشكال مطروح بحيدة، فلو أقترح ضرورة وضع أو اتباع هذه المنهجية التاريخية المتفتحة والمرنة لمعالجة هذه الإشكالية ديال ثابت ما هو ثابت وما هو متغير في الثقافة المغربية وفي الهوية المغربية وفي القيم المغربية.
أيضا سيساعدنا ذلك لتفادي التجارب السابقة، والتجارب السابقة التي كانت تعاني من ضبابية المشروع المجتمعي وغياب الحسم الجريء في بعض القضايا الأساسية. وهذا غياب الحسم في القضايا الأساسية المتعلقة بهذا الازدواج ما بين الثابت والمتغير فتح الباب أمام اللجوء إلى التوافقات الهشة. هذه التوافقات الهشة خصوصا حينما يتعلق الأمر بقضايا الثابت والمتغير في القيم نتج عنها نوع من التنافر وفقدان التناغم في القيم الثقافية الاجتماعية التي ترسخ لدى التلاميذ، وهذا ما أدى إلى ما نشاهده اليوم من عدم انسجام القيم المدرسية وعدم انسجام قيم المتمدرسين وتصارعها بفعل انعدام في المقررات وفي المناهج، انعدام وفي المضامين، انعدام رؤية متناغمة ومتكاملة ومنسجمة للقيم. ممكن توضح لنا هذه النقطة ديال التوافقات الهشة والازدواجية؟ عادة سواء عند وضع الميثاق وغيرها من النصوص، النصوص المرجعية أقصد، غالبا ما يكون هناك انقسام وتفاوت في الرؤى ما بين المشاركين في إعداد هذه النصوص. وحينما تصل الأمور إلى حد أنه ينبغي الحسم في اتخاذ قرار معين يتم اللجوء إلى استراتيجية أخرى، استراتيجية تحاول في الحقيقة التقدم في العمل بواسطة اللجوء إلى التوافق. واللجوء إلى التوافقات لا يحل المشكل في الحقيقة، ولكن يخفيه إلى حين. إذن لذلك تبقى تلك التوافقات لا تحل المشكل فقط، بل تخفيه فقط، وهذا ما يساعد على هشاشتها، لأن بعض حين سيعاد النظر في هذا التوافق أو سيرفض إلى ما ذلك. ولكن الذي يهمنا أكثر هو أثر هذه التوافقات الهشة بصدد القضايا الرئيسية والمركزية في مسألة توازن ما بين ما هو ثابت وما هو متغير في القيم وفي الثقافة، سيؤدي في النهاية إلى تكوين قيم متنافرة ومتناقضة لدى المتمدرسين. إذن هذه مازال ما كملتش النقطة الثالثة. النقطة الثالثة والأخيرة تتعلق بصياغة وبلورة فلسفة تربوية مغربية، لأن لا يمكن وضع الإطار المرجعي. قلت النقطة الأولى هي استحضار المرجعيات، النقطة الثانية هي المنهجية، النقطة الثالثة هي صياغة وبلورة فلسفة تربوية مغربية تكون داعمة للمشروع التربوي
وتقوم على ضبط النموذج المعرفي المدرسي في سياق كونية المعرفة، وعلى وتعمل على تكامل المعارف وتداخلها وتنمية قيم المعرفة والابتكار والإبداع في المجتمع، وتطوير الكفايات العليا وتأهيل الناشئة للولوج إلى مجتمع واقتصاد المعرفة والانخراط الفاعل في التحول الرقمي. نفتقد لفلسفة التربوية في المجتمع، وأعتقد على أنه لا يمكن مباشرة وضع إطار مرجعي للمنهاج دون توفر هذه الفلسفة. في نظري هذه النقط الثلاث أساسية كمداخل الاشتغال على وضع الأطر المرجعية للمقاربة المنهجية. أما فيما يخص مسألة التركيبة التي طرحت، سبق الأستاذ ناصر أن أشار إلى أن هيكلة اللجنة، رغم أن الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار يعتبران هذه اللجنة كلجنة لها استقلالية معنوية، استقلالية معنوية، نلاحظ على أن حسب ما بلغنا على أن مكونات اللجنة تنقسم إلى قسمين، أظن هناك خبراء، هناك ممثلي المؤسسات التي تنشغل بقضايا التربية والتكوين المهني والشغل اللامدني. فتركيبة حسب ما يبدو تركيبة اللجنة ستجعلها كما قال الأستاذ عبد الناصر مديرية ثانية للمناهج، لأنها على ما يبدو لن تتمتع بحكم تركيبتها بالاستقلالية المطلوبة. وشكرا. شكرا. نعاود نتناولوا الموضوع، محور آخر اللي كيتعلق يعني مكمل لهذا المحور اللي كيتعلق بالرقمنة والمنهاج التربوي أو النموذج البيداغوجي. تابعنا بأن في تجربة لوزارة التربية الوطنية كان اشتغال على واحد مشروع جيني يعني منذ سنوات، وصرفت عليه أموال طائلة، ولكن النتائج يعني تتبقى دائما محل أخذ ورد. يعني هل هذا البرنامج كانت عنده أي نتائج ملموسة على أرض الواقع؟ يعني كيف شفتي هذه التجربة هذه؟ إذا سمحت لي يعني قبل الإجابة على هذا السؤال المتعلق ببرنامج جيني، أود أن أعود شيئا ما إلى الوراء وأتكلم عن مكانة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في منهاج التدريس. الآن التطور التكنولوجي كما قلت أصبح له تأثير كبير جدا، وينبغي أن نفكر بشكل جلي ونحن نتكلم عن إصلاح المنهاج أن نضع المكانة اللائقة للتكنولوجيا في المنهاج، لأن أصبح لها دور كبير جدا. ما نلاحظه وحتى الآن ما زلنا نتكلم عن استعمال تكنولوجيا المعلومات، نتكلم عن إدماج تكنولوجيا المعلومات في المدارس وفي المؤسسات، ولكن في الحقيقة يجب أن ننتقل إلى عقلية أخرى. هذه العقلية المتعلقة بالتعامل، كيف نتفاعل ونتعامل مع تكنولوجيا المعلومات وليس فقط استخدام هذه التكنولوجيا. فنحن تحت تأثير وتحت ضغط تكنولوجيا المعلومات، لأن تعرف تطور كبير جدا، والكل يعرف الآن ما هي التأثيرات مثلا لتشات جي بي تي، مثلا تأثيره الكبير جدا فيما يتعلق بتعليم التلاميذ، هذا كمثال. غدا سيكون لنا مدارس وجامعات
يعني مملوءة بالشرائح الإلكترونية وباللاقطات الإلكترونية وبالشاشات وبالذكية، وتتفاعل وتؤثر في العملية التربوية في العملية التعليمية. يجب أن نكون واعين بهذا التحدي في إصلاح المنهج. فإذا لم نكن واعين بهذا التحدي قد يعني أصبح الآن كما قلت الآن العملية التربوية التعليمية أصبح فيها فاعل جديد لم يكن موجودا سابقا. هذا الفاعل وما أسميه أنا بالفاعل الافتراضي أصبح غير من طبيعة العملية التعليمية التربوية، غير من طبيعته بشكل جذري. الآن أصبح هناك الأستاذ والمتعلم والمحتوى التعليمي الرقمي والورقي، ولكن هناك فاعل رابع، يعني عنصر رابع والفاعل الافتراضي اللي هو يؤثر في العملية التعليمية. أصبح الأستاذ أو المعلم ليس وحده الذي يتفاعل مع المتعلم، بل هناك فاعل آخر يتعلم داخل الصف وخارج الصف ويؤثر بشكل كبير جدا، نظرا لأنه عنده الولوج إلى معلوم إلى قاعدة معطيات كبيرة جدا. الآن نتكلم عن بيج داتا، يعني عنده معلومات لا تتوفر حتى على الأستاذ ولا تتوفر حتى على مستوى الجامعة أو على مستوى المدرسة. نتكلم عن الإنترنت، والكل يعلم اليوم أن الأسر المغربية أغلبها الآن عندهم الولوج إلى الإنترنت، أصبح هذا كذلك يشكل تحدي كبير جدا. الذكاء الاصطناعي، الحاسوب اللي أصبح له يعني قوة كبيرة جدا لمعالجة المعطيات، هذه الأمور تجعل نفكر بشكل جذري في نموذج بيداغوجي جديد. الأستاذ عندما يتعامل مع المتعلم يتعامل معه باعتماد النموذج البيداغوجي له للأستاذ، ولكن في نموذج بيداغوجي آخر للتكنولوجي لتكنولوجيا المعلومات. فكيف نوفق ما بين هذا النموذجين المختلفين؟ التلاميذ اليوم كلهم متصلين، يعني كلهم متصلين الآن، كلهم متصلين بالإنترنت داخل القسم وخارج القسم، فأصبح هذه التحديات كبيرة جدا تجعلنا نفكر في النموذج البيداغوجي الجديد، وكيف يتوافق النموذج البيداغوجي المعتمد من طرف الأستاذ مع النموذج البيداغوجي المعترف من وسائل التكنولوجيا، بما في ذلك يعني ما يسمى بالموك ويسمى بال فهذا يعني هذا الأمر يجعلنا يعني نفكر نغير يعني باراديغم جديد، يعني نغير في طريقة التفكير في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات وليس بالطريقة القديمة. فيما يتعلق ببرنامج جيني، برنامج جيني عندما انطلق في 2006 وتم تحيينه أو مراجعته 2009، وبعد ذلك في إطار في 2018 أظن وضعت رؤية إدماج تكنولوجيا المعلومات، نتكلم دائما عن إدماج تكنولوجيا المعلومات في إطار استراتيجية 2015-2030. فكانت له أربع محاور. المحور الأول متعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات والشبكات، شبكات المعلومات إلى آخره. المحور الثاني متعلق بتكوين الأساتذة. المحور الثالث متعلق بالمحتوى الرقمي. والمحور الرابع متعلق بالمواكبة ودراسة التجارب وتعميم أحسن الممارسات فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات. حسب يعني النتائج الرسمية هناك نسبة كبيرة لتعميم فيما يتعلق بتجهيز المؤسسات، تعليم أكثر من 5 أجهزة كمبيوتر والشبكات. من ناحية رسمية الأرقام أكثر من 85%، وتم تكوين عدد كبير من الأساتذة والمعلمين. ولكن في الواقع خاصة وهذا اكتشفناه في خلال جائحة كوفيد، في بون شاسع جدا ما ينصر من إنجازات وما هو في الواقع. من خلال الزيارات الميدانية لعدد كبير من المؤسسات نجد أن حتى المؤسسات التي جهزت يعني لا تستفيد بشكل جيد
من هذه التجهيزات قاعة مجهزة ما يسمى بالصال ملتيميديا، قاعة متعددة الوسائط، بل إن بعضها مغلق لا يستفيد منه بشكل نهائي جدا نظرا لبعض كثير من الإشكالات. في جائحة كوفيد، جائحة كوفيد بيّنت أن هناك بون شاسع جدا ما هو موجود في الواقع، من حيث تكوين الأساتذة، من حيث استخدام تكنولوجيا المعلومات، هذا فضلا عن الممارسات البيداغوجية فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات مع التلاميذ. هناك بون شاسع جدا، ويعني أنا في رأيي أهداف البرنامج يعني لم يحقق منها إلا جزء اليسير جدا، وما زال الطريق طويلا حتى نستطيع أن نجعل تكنولوجيا المعلومات يعني لها دور مهم جدا على مستوى المحتوى الرقمي، على مستوى الطرق البيداغوجية المستخدمة، على مستوى تكوين الأساتذة في تكنولوجيا المعلومات. فالإنجازات متواضعة، ونحتاج إلى جهد كبير جدا حتى نستطيع أن يعني نرفع من مستوى الأداء في هذا الجانب فيما يتعلق بإدماج تكنولوجيا المعلومات، وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع تكنولوجيا المعلومات. وهنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. كما قبل قليل قلت أنه حتى الآن ما زلنا نتعامل مع تكنولوجيا المعلومات بشكل سلبي، يعني نحن نستهلك ما يأتينا من تكنولوجيا المعلومات ولا نتفاعل معها بشكل إيجابي. أنا أشير إلى أن المشروع التنموي المغربي أشار إلى ضرورة إنشاء منظومة تربوية لتكنولوجيا التربية، سمات تكنولوجيا التربية، ننتقل من تكنولوجيا المعرفة إلى تكنولوجيا التربية. هذا المشروع من المفترض أن يشارك فيه المجتمع المدني، تشارك فيه الشركات، المقاولات الناشئة، حتى نستطيع أن يكون عندنا محتوى رقمي، تكون عندنا برامج كمبيوتر معلوماتية، يعني سوفت وير، يعني نعم يشير إلى هذا إدتك ثم إدتك، ولكن حتى الآن لا يظهر أن هناك إنجازات في هذا المجال. فينبغي أن يكون هذا المشروع قائما وأن يشتغل عليه الجميع حتى نستطيع فعلا أن نشرك، أن نبني نحن منظومتنا فيما يتعلق بتكنولوجيا التربية، ولا نبقى فقط مستهلكين ما هو يعني يأتينا من الخارج، لأن الضغط كبير جدا والتأثير كبير جدا، تأثيرات اجتماعية، تأثيرات نفسية. الآن يعني نتائج التحصيل قد تضعف باستخدام تكنولوجيا المعلومات. الآن في دراسة قامت بها بيزا في أثر تكنولوجيا المعلومات على مستوى التحصيل الدراسي، بيّنت أن الاستخدام المعتدل لتكنولوجيا المعلومات له نتائج إيجابية. الاستعمال المفرط لتكنولوجيا المعلومات له نتائج سلبية في العملية التربوية. وحتى الدول التي استثمرت بشكل قوي جدا في تكنولوجيا المعلومات لها نتائج أقل من التي كانت يعني استثمرت بشكل معتدل. هذه دراسة نشرت من طرف بيزا. فيعني هناك تحديات كبيرة جدا، لأن الشباب والأطفال الآن في توجه كبير لاستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل والإنترنت بشكل قوي جدا، وهذا سيكون له تأثير كبير سلبي كبير جدا على 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 على, على التلاميذ. وبالتالي في مطابق بمنهج التدريس ينبغي أن نفكر ما هي المكانة التي ينبغي أن نعطيها لتكنولوجيا المعلومات، والدور الذي ينبغي أن تطلع به سواء داخل المدرسة أو داخل الأسرة أو في المجتمع. وهذا من أكبر التحديات الموجودة حاليا. شكرا أستاذ عبد الرحيم، خبير في التكنولوجيا الرقمية. طبعا حتى بعض الدول الإسكندنافية يعني ألغت يعني التعليم عن طريق مثل السويد، تعليم خاصة في التعليم الأولي والابتدائي باستعمال يعني اللوحات الإلكترونية، لأنه يمكن يستعمل يعني في مستوى من السن يعني في الثانوي والعالي وليس في التعليم الأولي والابتدائي. بقيت لنا يعني حوالي يعني 10 دقائق على نهاية اللقاء، نحاول نتناول المحور الأخير يتعلق بالكتب الدراسية والمقررات. هل تتوقع أستاذ عبد الناصر ناجي أن تتغير منهجية يعني إعداد الكتب المدرسية
والمقررات مقارنة مع الطريقة السابقة، وأيضا تعدد الكتب المدرسية بين القطاع الخاص مثلا التعليم الخاص لديه مقرراته يعني التي يتم اعتمادها خاصة في دراسة اللغات وبعض المواد الأخرى، فكيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ وطبعا هذا موضوع مهم يهم أجراءات المنهاج على المستوى المؤسسة التعليمية من خلال الموارد التعليمية. وطبعا ما عندما نتحدث عن الموارد التعليمية يبقى الكتاب المدرسي هو المورد الأكثر استعمالا بالنسبة للمدرسة المغربية، علما بأنه في منظومات تربوية متقدمة لم يعد له هذه الأهمية التي تولى له في المنظومة التربوية المغربية، لأنه مورد ضمن موارد متعددة خاصة مع هذه الموارد الرقمية التي والتطور الرقمية الموجودة حاليا وتعدد مصادر التعلم ومصادر المعرفة، كل ذلك يجعل من الكتاب المدرسي مورد ثانوي في المنظومة التربوية الأخرى، خاصة المنظومة التربوية التي تراهن على الدور الأساسي للمدرس، وأن المدرس وصل إلى مستوى المهنة التي تمكنه من اختيار أدواته، وهذه الأدوات يمكن أن اختار موارد التي يراها مناسبة سواء كان كتاب مدرسي أو غيره. لم يعد الكتاب المدرسي هو ذلك الموجه للمدرس، لا يوجه المدرس في المنظومة التربوية، لأن المدرس عارف شغله، يعرف كيف يشتغل، وبالتالي لا يحتاج إلى من يوجهه. وظيفة الكتاب المدرسي في المغرب هي وظيفة توجيهية، توجه المدرس وتعلمه بين قوسين ما يجب أن يفعله داخل الفصل الدراسي مع المتعلمين. مسألة التعددية في الحقيقة هي تعددية ظاهرة فقط، أما في العمق لدينا كتاب مدرسي واحد، إذا قارنت بين مختلف الكتب المدرسية ستجد نفس تقريبا المضامين، نفس المنهجيات، نفس طرائق التدريس، بالتالي ليس هناك تعدد فعلي على مستوى الكتاب المدرسي. إذا مدارس الخاصة، مدارس خاصة طبعا تعتمد على كتب مدرسية من خارج المغرب، وهنا تطرح إشكالية دور الدولة، دور الدولة في مراقبة التعليم الخاص. التعليم الخاص ينبغي أن يكون جزءا من المنظومة التربوية وليس على هامش المنظومة التربوية، هو مكون طبعا ضمن المكونات الأخرى، يعني القطاع الخاص والقطاع العام ينبغي أن يكون وجهان لعملة واحدة هي المنظومة التربوية. دور الدولة في مراقبة التعليم الخاص لا يتم بالشكل المطلوب، وبالتالي لا توجد هناك مراقبة تقريبا للتعليم الخاص، وعندما يعني تنفضح بين قوسين حادثة وقعت في مؤسسة تعليم خاص، آنذاك نجد أن الدولة ممكن أن يقع تدخل، ولكن ليس هناك تدخل منتظم، لكي خاصة وأن الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار نص على ضرورة أن تكون هناك معايير موحدة للقطاعين العام والخاص، ينبغي أن يمتثل الجميع لنفس المعايير. هناك نقطة أردت أن أعود إليها باختصار، هي مسألة المنهاج الدراسي بين المركزية واللا مركزية. الآن المفروض أن يكون لدينا منهاج دراسي موحد، ولكن هناك خصوصيات لجهات المملكة، يمكن أن تكون هناك هامش لملائمة المناهج الدراسية مع وارد في المقاس 15% في المنطقة الوطني، أن يكون هناك ملائمة للمنهاج الدراسي حسب خصوصيات الجهات، بل أن هناك منظومات تربوية تعطي الحرية حتى المؤسسة التعليمية لكي يكون لها هامش من التدخل في المنهاج الدراسي، ولكن لنقف عند فقط الجهات يكون هناك هامش للتدخل حتى تكون هناك ملائمة للمناهج الدراسية مع الخصوصيات الجهوية. قبل التطرق لمسألة الموارد البيداغوجية والكتب المدرسية، أريد باختصار باقتضاب شديد الإشارة فقط إلى مسألة إعادة هيكلة أسلاك وشعاب والمواد التعليمية والتخصصات والميادين المعرفية. في هذا الإطار
بالطبع اللجنة البيسلكية اللي كانت في 2001 قدمت واحد نموذج ديال الهندسة ديال هاد الشعاب وهاد التخصصات والمواد التعليمية إلى ما ذلك. تم تعديل هاد الهندسة من خلال مع أعمال لجنة المناهج لجنة البرامج في 2004، ومن 2004 إلى الآن قامت الوزارة المعنية بترميم وتعديل وإصلاح الكثير من العناصر في هذه الهندسة المرتبطة بالأسلاك والشعاب إلى ما ذلك. الآن اللي مطروح أظن هو ينبغي تقييم التجربة بكاملها منذ هندسة اللجان ديال البيسلكية إلى الآن، تقييمها على ضوء ما تفضل به الأستاذ ليه من تطورات وتحولات في المجال التكنولوجي وفي المجال الرقمي، لأن هذه التطورات في هذا المجال كانت فارقة في الحقيقة وخلخلت الهندسة التقليدية لهذه الأسلاك والشعاب وكذا. إذن لا نستبعد أن تكون أن نخلق شعاب جديدة وتخصصات جديدة وميادين تعليمية جديدة بناء على التحولات التكنولوجية والرقمية. إذن هذا ينبغي أن يكون بعد تقييم التجربة أولا واقتراح ما يمكن اقتراحه في هذا الإطار. أما فيما يخص مسألة الموارد البيداغوجية والكتب المدرسية إلى ما ذلك، أنا أتفق مع ما قاله أستاذ عبد الناصر أن الكتاب المدرسي لم يعد له في السياق الدولي نفس الأهمية التي نعطيها له نحن في المغرب. الكتاب المدرسي مورد من جملة موارد أخرى، هذا رقم واحد. وتجربة التعدد أظن على في الكتب المدرسية هي تجربة ينبغي هي أيضا تقييمها وإعادة النظر فيها وتقييم معايير اعتماد الكتب والمنافسة ودفاتر التحملات، ولما لا حتى مناقشة فرضية العودة للكتاب الواحد بعد تقييم الاختلالات، لأن كاين هناك اختلالات ناتجة عن فتح باب المنافسة في مجال يهم بناء الهوية المغربية والتفكير في الشروط وبناء الهوية المغربية ومستقبل الناشئة المغربية. فهذا المجال هو تقريبا هو مجال سيادي. كيف لا يجب أن في نظري لأنه سيادي ويهم هذا المجال المرتبط بالهوية والشخصية المغربية. وفي الأخير وعطفا على ما جاء في كلمة الأستاذ اللي ينبغي التفكير وفي الشروع في إنتاج الكتاب المدرسي التفاعلي والرقمي، لأن مهم هو أيضا وهو الذي سيلائم بدون شك هذه التحولات التي نشاهدها على مستوى التكنولوجيا الرقمية. وشكرا. السؤال اللي غيتوجه الكتاب الرقمي والدروس التفاعلية. يعني هذا الموضوع أنا سأتناوله من أربع مداخل. المدخل الأول هو متعلق أولا بما نقول إنتاج الكتاب المدرسي أو المحتوى الدراسي. طبعا نتكلم عن
التكامل ما بين المحتوى الرقمي وما محتوى الورقي. كيف يمكن أن نمزج ما بين أن يكون هناك تكامل ما بين النوعين من المحتوى، المحتوى الرقمي وغير الرقمي. أولا فيما يتعلق بإنتاج هذا الكتاب الرقمي أو غير الرقمي، فيما يتعلق بالتحسيس في تكنولوجيا المعلومات، أولا هذا المحور الأول يجب أن نفكر فيه، كيف يمكن أن ننتج محتوى رقمي وغير رقمي كتابا، يعني فيما يتعلق بالتحسيس فيما يتعلق في مجال تكنولوجيا المعلومات. النقطة الثانية في علاقة تكنولوجيا المعلومات بالمواد المدرسة، يجب أن نفكر كذلك ما هي علاقة تكنولوجيا المعلومات بمختلف المواد المدرسة في الكتب. النقطة الثالثة وهي إنتاج هذه الكتب، من ينتج هذه الكتب؟ يجب أن تكون له الكفايات والمؤهلات اللازمة حتى يحضر هذا البعد التكنولوجي في إنتاج المحتوى. فإذا لم يعني القائمين على إنتاج هذه الكتب لم يكن لهم التكوين الحقيقي الصحيح في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأن يدركوا بأبعاد وتأثيرات تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية كما ذكرنا الآن، سوف يكون هنا عندنا كتاب مدرسي يعني ليس في المستوى المطلوب، لأنه سنكون أهملنا جزء مهم جدا، لأن هذه التكنولوجيات كما ذكرنا ليست فقط هي نستخدمها في عملية التعليمية، بل لها تأثير نفسي وتأثير اجتماعي، ويجب أن نكون واعين بهذا التأثير حتى نستطيع أن ننتج شيئا يضع المكان الحقيقي لدور تكنولوجيا المعلومات في مختلف المواد التي ندرسها من خلال الكتب التي ننتجها. وهذا هو يعني النقطة الرابعة التي أردت أن أشير إليها، وهي النقطة في غاية الأهمية، لأن إذا لم ندرك التأثير النفسي والاجتماعي لتكنولوجيا المعلومات يعني سوف لن ننتج كتابا مدرسيا في المستوى المطلوب. إلى هنا أظن أننا استوفينا محاور هذا اللقاء الذي ناقشنا فيه موضوع المنهاج الدراسي آلية أساسية لتحقيق أهداف الإصلاح. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ عبد الناصر ناجي رئيس مؤسسة أماكين، أستاذ عبد الله خياري أستاذ بكلية علوم التربية وخبير تربوي، أستاذ عبد الرحيم اللي هو باحث وخبير في التكنولوجيا الرقمية وعضو أيضا في مؤسسة أماكين. شكرا جزيلا لكم وإلى لقاء آخر. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء متتبعينا في موقع اليوم 24، نضرب لكم موعدا آخر بحول الله في لقاءات أخرى التي ننظمها بشراكة مع مؤسسة أماكن لجودة التعليم.